السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير. يا رب دائما بارك عليك يا رب. بالله عليك يا عم الشيخ، عايز استفسر عن حاجة بسيطة بعد إذنك. استفسر يا حبيبي. بالنسبة للمؤمن ساعة الموت، ساعة الاقتدار والصراع مع سكرة الموت. أيوه. فعلا بيجي الشيطان اللي عايزه بالله في الوقت ده يحاول يستخلص منه كلمة كفر، وهو كان عايش حياته على الإيمان. ما عندنا نص في هذا، إلا أنه قد حسن بعض العلماء حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظه: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. بعض العلماء يحسنوه وبعضهم يضعفه. أما أن يقول له أكفر أكفر ساعة الموت، وقصص عن الإمام أحمد يقولون له قل لا إله إلا الله فيقول لا لا، فبعد كده يأولها الشيطان جاي يعرض له وقال له أكفر، قال لا، فقال لا للشيطان. الكلام ده كله ما نعتمده، ما عندنا به أسانيد ثوابت. أنا خاف صراحة يا عم الشيخ، عشان كده استفسر، اللي هو الشيطان في حياة البني آدم بصفة عامة وارد إن يذل في يوم من الأيام ويعصي مثلا. ربنا يثبتنا وياك، ولذلك فنحن نسأل الله دائما وأبدا الثبات، وأن يتوفانا على الإسلام كما قال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.